أولا المحكمة الموقرة من هذه المنابر المحترمة لزاما علي أن أتقدم بالشكر لمجلس الموقر لأنه فعلا أحسسنا بكون سيادة الرئيس ولا السادة المستشارين ولا كذلك السيد الوكيل العام متعونا جميعا ومتعوا مؤازرينا بمحاكمة عادلة. كنا نناقش القضية في أريحية تامة وبهدوء وبمسؤولية. تنشكر السيد الرئيس على طريقة ديال تناوله لهذه القضية وبالتالي احنا خرجنا مطمئنين. فعلا تم استماع من طرف المحكمة الموقرة إلى متهمتين، سيدة لا أحظى بشرف النيابة عنها ينوب عنها أو يؤازرها زميل آخر، ومن بعدها استمعت المحكمة المؤازرة ديالي الثانية اللي وجهها السيد الرئيس بالتهم المنسوبة إليها واللي كيف قلتوا انفاتها جملة وتفصيلا لأن إيمانا منها وهذا هو الواقع وأنا أقولها هي بريئة براءة تامة من المنسوب إليها كما باقي المتهمين في هذه القضية، لكن لأنه كما أسلفنا الذكر في عدة تصريحات على منابر إعلامية متابعين بتكوين عصابة إجرامية ومتابعين بجناية التجارة في البشر أولا والباقي كله جناح. أولا باش يمكننا نتكلموا على تكوين عصابة إجرامية تيقول المشرع هو عقد العزم والتخطيط بين شخصين أو أكثر لارتكاب جنايات. المشرع تيتكلم على جنايات بالجمع ماشي جناية واحدة، إذا كانت جناية واحدة تتنتفي العصابة الإجرامية، إذا خص يكونوا جنايات. فالمناقشة ديال هذه القضية ولما تنقولوا المناقشة راه هي المرافعة، المرافعة ديال هيئة الدفاع غتبين بأنه ما كاينش نهائيا لا من قريب ولا من بعيد الجناية في هذه القضية. التجار في البشر باش يمكننا نتكلموا على التجار في البشر تيخص يكون الشخص المتاجر فيه، وباش يمكن يكون الشخص المتاجر فيه خصو يحضر امام محكمة ويتنصب طرف مدني. حنا عندنا في الملف مصرحين وما جاوش تنصبوا اطراف مدني. القاعدة القانونية تقول حيث لا ضرر حيث لا دعوة، ما كاينش ضرر ما كاينش دعوة، باش يمكننا تكون عندنا دعوة في المحكمة خص يكون متضرر من فعل ما، قد يكون تجاري مدني عقاري جنائي جنحي، خص يكون متضرر. في غياب المتضرر ما كايناش الدعوة، إذا في غياب الشخص المتاجر فيه والاستماع إليه وبيانه للضرر الذي يمكن أن يكون قد حصل له، في غياب كل هذا لا يمكن التكلم عن عن التجار في البشر. وبالتالي هذه متابعة اللي ما يمكنش نطبقوها في هذه القضية. أنا سنقول بأن هذا ملف إذا كان ولا بد تكون متابعة فيه، أنا هذا ملف يتعلق بالظاهر المتعلق بالإحسان العمومي، ما عنده علاقة بالجنايات، ما عنده علاقة بالتجارة في البشر، ما عنده علاقة بتكوين العصابة الإجرامية حسب ما أعلمه. يمكن نقول الضرر هو اللي تيتكلموا عليه الفصول 77 و78 و98 و99 و100 من قانون الزمات العقود. شنو تيقول المشرع في هذه الفصول؟ المحكمة للمحكمة أن تقدر حجم الضرر والكسب الذي يمكن أن يكون قد فات من المتضرر. عندنا متضرر هنا في القاعة، كاين واش كاين ولا ما كاينش؟ ما كاينش، إذا ما كاينش ضرر. ما تكلميش لي على الضرر. لو أن هؤلاء الأشخاص اللي عندهم الصور ديالهم تضرروا من هذاك الفعل حقيقة كانوا يجيو للمحكمة. ثانيا عندنا واحد
واحد السيد يقول بأنه حجزوا ليه ولده رضيع ومراته. نعم. وسدوا عليهم في واحد في واحد الغرفة. مزيان. علاش ما مشاش عند البوليس؟ ياك هو ما كانش مسدود عليه، كان حر. علاش ما مشاش ندد؟ عباد الله قابطين لي مرتي وولدي وسادين، محتاج زينهم. احنا عندنا الامن في بلادنا الحمد لله، وعندنا امن يقام له ويقال. لو كان مشى عندهم فراكسيون سكوند يكونوا في مصحه الشفاء ويعاينوا ويطبقوا القانون بواسطه تعليمات النيابه العامه المختصه. فين علاش ما مشاوش عند ما شكاوش هو وغيره اللي تيقولوا هذا الكلام واللي تيقولوا تاجروا بينا؟ مزيان. علاش خليتوا حتى انفجرت هذه القضيه هذه عاد بديتوا تتجيو تباعا على واحد الواقعه داز عليها شهور؟ هذه كلها اسئله تنطرحوها لفائده القانون وتنطرحوها للاعلام على ان الراي العام يفهم بانه يمكن هاد الناس قد يكونون قد ارتكبوا بعض الاخطاء لكن ليست جنائيه، يمكن تكون جنحيه وما يمكنش يكون فيها هاد الاخطاء، ما يمكنش يكون فيها الاعتقال. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.